الأول. فرصة ثمينة لكما، وسوف نرى من هو الأقوى بينكما. الحركات الخاطفة. حركة جيدة، أنت رائع. لا تزال بطيئا. لا أصدق أنه تجاوز منصور بهذه البساطة. لقد أظهر جهاد موهبة رائعة في خط الدفاع، وهو ذا يفعل ذلك في الهجوم أيضا. لماذا توقفت يا منصور؟ هيا بنا. السرعة ليست حكرا عليك يا جهاد. جهاد لا تتعب جسدك. مرر الكرة إلينا. حان الوقت. انتظروني. لا، ثانية. ابتعدوا عن طريقي بسرعة. لما تسيرون مثل السلاحف؟ لماذا؟ أليس بينكم من يستطيع اللحاق بي؟ كأنه وحده. أصبت. هذا ما يسمونه باللعب الأناني. لما لا يمرر جهاد الكرة إلى الآخرين؟ حدث هذا من قبل. ما إن يصل إلى منطقة منافسة حتى تتغير شخصيته. صحيح. يبدو لي أن جهاد من النوع المتمرد والمخادع. سيكون صعبا علينا أن نسيطر عليه في مواجهتنا لفريق زيريا. انتظر لحظة. اسمع يا هذا، كان معك لاعبان، لماذا لم تمرر الكرة إلى واحد منهما؟ اعذرني، هكذا أتصرف في كل مرة. يجب أن تنسى الأسلوب الذي اتبعته مع الفريق السابق. أنت الآن واحد من لاعبي فريق النسور. مزية فريقنا هي اللعب الجماعي. لست مدرب النسور يا صديقي، لا يحق لك أن تنتقد أسلوبي في اللعب. ماذا تقول يا هذا؟ كرر كرر. اهدأ يا مروان. دعنا نتحدث بهدوء. اسمعوني، المهارات الفردية ضرورية جدا، ولكن يجب أن توظف توظيفا صحيحا في أسلوب اللعب الجماعي. لا أظن أن جهاد قصد أن يهين أحدنا، فهكذا يلعب في فريقه السابق. اصمت يا رامي. نحن النسور، يجب أن يلعب بأسلوبنا. نحن نرفض اللعب الأناني. لم أقتنع حتى الآن بأن هذا الفتى يمكنه أن يحل مكان زين. على رسلك يا مروان. سأحاول أن أكون سريعا مثله. ماذا تقول يا منصور؟ ما قلت. يجب علي أن أتعلم من جهاد. لاعبو فريق زيريا سريعون جدا، لن نتمكن من مجاراتهم، ولذلك لا حل إلا إن كنا الأسرع. يجب أن تكون سرعتك كهبوب الرياح. ها؟ رياح؟ هيا بنا، سأشرح ما هو قصدي. انظروا يا شباب، منحدر ثلجي خلف مقر النادي. أهم؟ إنه لوح تزلج. أهذا ما كنت تقصده؟ راقبوني وحسب، الثلج يساعدني على التحرك بسرعة. إنه ماهر بل عبقري. عبقري ويعتمد على لوح التزلج. لطالما أخبرنا أنه يمارس هذه الهواية مذ كان طفلا صغيرا، وهو يقول إن لوح التزلج عوده على التحرك بسرعة، فهو يجد متعة كبيرة عندما يلمح الهواء البارد وجهه كما ترون الآن. سرعة الريح. هيا يا شباب، أنا مستعد. هيا. احذر يا جهاد. إنه مذهل، يجيد توقع حركة الكرة الثلجية بسهولة كبيرة. أخبرنا أنه كلما كانت حركته أسرع شاهد الأشياء من حوله بوضوح أكبر، وبذلك يزيد من سرعته ليتجنب الكرات المتدحرجة. لم أرى أسرع منه. أتمنى تجريب هذا التمرين. صحيح.
صحيح، وأنا أريد ذلك. ليتني أصير مثله. رامي. جهاد! جهاد، هل أنت بخير؟ أرجو المعذرة، لقد أخفقت. لم أرتدي في حياتي خوذة كهذه. الخوذة تناسبك. شكرا لك. هل جربت التزلج من قبل؟ ستعرفين ذلك. هل سيكون التزلج مفيدا لنا؟ التزلج من الرياضة. كنت في السادسة عندما تزلجت أول مرة. لحظة، لا أرى في هذه الهواية سوى نوع من أنواع اللهو. نحن أفراد فريق النسور، ليس من عادتنا أن نمضي الوقت بالتسلية، ولم نصل إلى ما نحن عليه لولا تدريباتنا. أخطأت مرة أخرى يا صديقي. ماذا تقول؟ القسوة ليست كل شيء، المتعة مهمة أيضا. هذا الكلام صحيح. ماذا ماذا؟ حتى أنت يا ماجد؟ انظر إلى عامر، إنه متحمس للتدريب. هيا، لم أتزلج على الثلج من قبل، علمني أرجوك. لم أتوقع أن التزلج ممتع هكذا. أحسنتم يا شباب. لا أستطيع رؤيتها، ربما لأنني لم أعتد على السرعة بعد. يجب أن أصير كالرياح. عامر، عليك أن تستمتع. لن تزيد من مهاراتك إن لم تشعر بمتعة التزلج. أشعر بالألم الشديد، صعب علينا أن نصير كالرياح. لا تيأس يا عامر، ما فعلناه اليوم ليس سوى خطوة أولى. نعم، أحسنت يا سلمى، كنت ماهرة اليوم. المشكلة في الاعتماد على توازن الجسد. صحيح، إن توازن الجسد فوق لوح التزلج هو كلمة السر في تلك السرعة. هذا ما أردت قوله أيضا. ما هو رأيك يا منصور؟ لا نزال في حاجة إلى مزيد من التدريب. يجب ألا نضيع لحظة واحدة، فذلك الفريق في طريقه إلينا. الجوع يمزق أحشائي. اصبر يا صديقي، طعام العشاء قريب منا. أهلا بكم. رائحة جيدة. هذا كل شيء؟ المقدار لا يشبع عصفورا. لن أخرج من هنا قبل أن أملأ معدتي. أرجو المعذرة، دبروا أمركم، فلا مزيد من الطعام عندنا. أوامر المدربة، هذه وجبة مدروسة، المقدار قليل ولكن الفائدة كبيرة. حسبنا السعرات الحرارية جيدا. وهناك ملحوظة مهمة، امضغ اللقمة 30 مرة. 30 مرة؟ المضغ الجيد يساعد المعدة على هضم الطعام. هل سمعت يا جميل؟ نفذ الأوامر، كل هذا من أجل الفوز. شكرا على تدخلك اليوم. أقصد موقفك وما قلته لنا بعد أن احتدم النقاش بين مروان وجهاد. لا بأس، كان تصرفك حكيما جدا. علينا التفكير مليا، لا مشكلة أن غيرنا تفكيرنا، المهم أن نكون في حاجة إلى التغيير لنسير نحو الأفضل. معك حق، جهاد لاعب رائع، وحتى نصير مثله علينا ألا نبقى أضعف منه. هذا الكلام صحيح، يجب علينا فعل أي شيء حتى نمتلك السرعة، فالسرعة هي مفتاح فوزنا. أحسنت، يجب أن نصير كالرياح. ما العمل إن أخفقنا؟ لا تقل مثل هذا الكلام.
نحن نحتاج إلى القوة. أوه. ليتنا نملك شراب الطاقة. الشراب الذي استخدمه لاعبو فريق العواصف، لو كان عندنا لزدنا من طاقة أجسادنا. يجب أن نستخدمه إذا كان هدفنا هو إنقاذ هذا العالم. ما هذا الكلام الغريب؟ نحن لا نحتاج إلى شراب الطاقة أبداً. لن نعمل بأسلوب ذلك الرجل الشرير. يسعى خصمنا الآن إلى تدمير العالم كله، أما نحن فأصحاب حق، ندافع عن عالمنا، وعلينا ألا نلجأ إلا إلى السلاح الحقيقي ليكون فوزنا فوزاً سريعاً. أرجو المعذرة، يبدو أنني لم أفكر جيداً. انسى ما قلته. بالتدريب وحده، بذلك نصير كالرياح. إنه مروان. لن أستسلم. مروان أيضا. هذا مؤلم. مروان. مرحبا. لم تكن راضيا تمام الرضا يوم أمس، فكيف تجد نتائج التدريب؟ ممتاز، أظن أنني سأعتاد على الأمر في وقت قصير، لذلك سأتمرن حتى أحسن من سرعتي. ذلك الفتح، كم أكره أن أبدو ضعيفا أمامه. عامر! ماذا هناك يا عامر؟ شعور غريب ينتابني أول مرة، لم أكن بهذه السرعة من قبل. أحسست بأن هناك قوة عجيبة تتفجر داخل جسدي، حتى التوازن فوق اللوح لم أعد أجد فيه مشكلة. أستطيع استخدام يد الطيف بسهولة. اكتسبت فائدة عظيمة من هذا التمرين. هكذا إذن، يجب أن نتقن هذا التمرين. إن نجحنا في ذلك سنصير أشد قوة. وجبة الفطور غنية جدا اليوم، ويمكنكم طلب مزيد إن أردتم. لا أصدق ما أسمع. مصدر الطاقة اليوم متوافر في الفطور، ولذلك يجب أن تأكلوا جيدا. مفهوم. لكن وجبة المساء ستكون خفيفة. ولا تنسوا أن تنضغوا النقطة 30 مرة. ما أمهرهم؟ هكذا هم النسور. تحسنت بسرعة لأنني فهمت التمرين. رائعون، لم تعد كرات الثلج تشكل عائقا أمامهم. هذا يعني أنهم اعتادوا على الأمر. لن يمضي وقت طويل حتى يتحقق الهدف في امتلاك السرعة. رائع رائع، نعم هذا هو ما أردته، سرعة وخفة ورشاقة. رأيتها. لقد تفوقت علي في السرعة، كما أنني أتحرك كما يحلو لي أيضا. الآن Ah!
الآن بدأت نتائج التدريب تظهر. اشتراك اللاعب جهاد ليس سيئا، فهو يؤثر تأثيرا إيجابيا في جميع أفراد الفريق. وبعد، هل هناك معلومات عن حركات فريق زيريا؟ لا شيء حتى الآن، لم نتلقى أي شيء جديد عن حركاتهم. لا بأس، نحن نجهل مكانهم ووقت ظهورهم. يجب أن يكون الفريق مستعدا لأي طارئ يا آنسة. مفهوم سيدي. ما رأيك؟ ألا تظن أنهم اعتادوا على السرعة المطلوبة؟ بلى، في زمن قياسي. اعذروني، لم أكن أعرفهم جيدا في البداية. أعترف بأنني كنت قاسية معهم، وبصراحة أعترف أيضا أن عزيمتهم تفوق كل التوقعات. جهاد، ما رأيك في التحدي؟ تتحداني؟ أجل، أرغب في اختبار نتائج التدريب. لن أعرف نفسي إلا ببعض التحدي، هيا. فهمت، ستحدد النتيجة هداف الفريق، أليس هذا ما قصدته؟ لا مشكلة عندي إن فهمت ذلك. أصغيا إلي، ستنطلقان من وسط الملعب، ومن يسجل الهدف أولا يكون الفائز في التحدي. استعدا، انطلقا. لا أحد يستطيع اللحاق بجهاد. لا، لن أسمح لك بأن تسخر من فريق النسور. مروان أصبح أسرع، بل إنه بدأ يجاري سرعة الجهاد. يبدو أن مروان أكثر من أفاد من تمرينات السرعة. نحن أيضاً لابد أن نكون قد حسنا من سرعتنا. صحيح يا شباب، أنا واثقة بذلك. ما رأيك؟ لا بأس بك. لم ينتهي دوري بعد، استهنت بك من قبل، صار التحدي الآن أجمل. حصلت عليها. الكرة لي. ما رأيك؟ تكلم. يا إلهي، رائع، ركلتك قوية جدا، وكأنك استجمعت فيها كل قوتك. كل ذلك نتيجة التمرين. صحيح، أنا أيضا شعرت بذلك. يمكنني الآن أخذ مكان زين. وأنا أعترف بخسارتي. حضرة المدير، أريد أن أحدثك عن جهاد. عندما يكون لاعباً مهاجماً، أشعر بأن شخصيته تتغير تغيراً كاملاً. صحيح، سأشرح لك السبب. ما رأيك؟ لقد وصلوا أخيراً. انتظرنا وصولكم بفارغ الصبر، نتحداكم. اسمعوا جيدا، لن نسمح لكم بأن تحولوا الكرة إلى سلاح. وصلوا تحت سحابة سوداء غطت سماء المدينة. إن لم تفوزوا علينا سندمر كل شيء هنا. هكذا كان التحدي ونحن قبلنا، فليس من عادة النسور أن يكتفوا بمراقبة ما يفعله الظالم. تابعونا لتعرفوا المزيد. إلى اللقاء.